المسار اللي وقف فيها هذه واحد الايام عبد الله، الله يرحمه والد رحمة الله، الباحث لقيت هذا الخبر. واخا كنت في اجواء المهرجان، كنت في واحد تكادس ديال المشاكل في المهرجان، ديال الفاجعة اللي وقعت عندنا حتى في الحوز. الأدبي أتلقى وفاة صديقي وأخي عبد الله الريس، تغمد الله برحمته. لهذا من هجينا جيت لهذا المكان اللي هو باقي فيه الأعمال ديالو، وباقي فيه باقي فيه حتى الروح ديالو، النسبة ديالو. ومن هنا كنتوجه العائلة ديالو، تنعزيهم، وكنطلب الله يبدل المحبة ديالو بالصبر، والله يرزقهم الصبر، والله تعالى يرحمه ويعوضنا فيه في بنيات ديالو. والله وما عرفش في هاد الساعة هادي، ما عرفش كيفاش نعبر أو نقول أكثر من هكا، لأنه الكلمات بعض المرات تتمشي وما تلقى بلادنا ما يقول أمام هاد الفاجعة اللي جات بحال هكا. مسكين جا في واحد واحد السرعة اللي هي داه المرض بسرعة، والله يرحمه. ما تستوليش فيها.